صور النجم اللبناني محمد اسكندر أغنيتين جديد تحت إدارة المخرج سام كيال، الأولى بعنوان احذر عدوك ورح يتم طرحها لاحقاً، والثاني بعنوان السوشيال ولعتية وبدأت تتبعه عبر أغاني مؤخراً. كل مين بيبعت لي وعليك بيفسد لي، بعصب لكن سحرك قلبي بيفتفت لي، فيش كبس بتعمل معجبين كتلة. كاميرا أغاني زارت كواليس التصوير والتقت اسكندر اللي خبرنا عنها الأغنيتين وتفاصيلهم. النجم الكبير أبو فارس محمد اسكندر، اهلا وسهلا فيك عبر شاشة اغاني. ابو فارس، خبرني، عم نصور غنيتين اليوم، خبرني شوي تفاصيل اليوم دوبلينا. كيف نظرا للظروف الصعبه حتى تقدر تجمع العدد والاكيب العمل وكذا، فقرر فارس وسام انه نصور اغنيتين بنفس النهار لو بدنا نكون عندنا مجهود وتعب كثير. في اغنيه بتحمل الطابع الفلكلوري، واغنيه بعتقد أغنية عالمية بتحمل موضوع اجتماعي كتير مهم ما بيسوى نحكي عنها كتير، عن موضوعها وعن كلماتها، خليها مفاجأة للناس إن كان بالكليب وإن كان بالكلمات والألحان اللي هنا لفارس اسكندر وتوزيع فارس مسعد. أبو فارس، خبرني فارس إنه شوي بتعذبه لما بده يقنعك بشي بعيد شوي عن لونك أو بأغنية غريبة عنك هيك مش كتير بتشبهك، خبرني شو القصة؟ مش كل المرات، بس يوم اللي عملنا من أين لك هذا، إنه قلت له أنا هلا هاي الغنية، قال لي إيه، قلت أنا لو فتحت باب السيارة ونزلت، قلت له ما بتشبهني، قال لي طيب معلش اسمعها يومين ثلاثة، إنه خبرني، فرجعت بعدين عشقت على الأغنية، وهلا الأغنية اللي نازلة جوا قريب من هذا الموضوع بس أخطر. المخرج سام كيال خبرنا بشكل سريع عن ستايل يلي رح يطل خلاله الفنان محمد اسكندر بهالتعاون الجديد بينهم. عم نعمل اغنيتين كثير مختلفين، والستوري بورد كثير مختلفين عن العشر كليبات اللي قبل اللي عملتهم انا ومحمد اسكندر. هنيك كنا كثير من اين لك هذا وغرفه عمليه، وكلهم كان في ستوري بورد، في قصه، اوقات تكون كوميدي، اوقات تكون موضوع اجتماعي، اوقات قصه حب وغرام. هلا فايتين مود جديد لابو فارس اللي هو عنده فواضح، فايتين بمودز، رقصات إيحائية بتوصل مسج، يعني إذا اثنين مخانقين أو بالغنية الاجتماعية فيها دارك سايد عم نحكي عن مشاكل اجتماعية، أنا مش موصلها بقصة، لا، وصلتها بدانس، عامل كوريوغرافي خصوصي إلها بتوصل لك النزاع اللي بالحياة بين واحد وحبيبته، أشخاص، أصحاب، ناس بيشتغلوا مع بعض، يعني رايح فيها أكثر مودز وبيوت شوتس، بس بنفس الوقت عم نشتغل عليها برقصات إيحائية. هيدا ستايل الأول. ستايل الثاني في تاتش كوميدي، بس كمان بنفس الوقت فايت بمود كتير رياليستيك، لأنه الأغنية الثانية أكيد حكيك على الأوديو، فارس وبو فارس كتير سوشيال ميديا، فنفوت، ما بدي أفضح، نفوت السوشيال ميديا بالكليب، لايف سوشيال ميديا فايت بالكليب. هلأ إذا بتبقوا بتعرفي كيف، فهيك حيكون الجو بالأغنية الثانية. بزعل فترة منترك والمشكال بيدبك، وانت ما بيهمك غير لايكات التيك توك. والتيك توك دولار بيدفع والاوضاع بتوجع، وبيزيدوا لايفاتك كل ما الدولار بيطلع، وانا قلبي من الغير جهنم فيه بدولع. الشاعر فارس اسكندر اللي بيتولى الإشراف على كافة طبخات واردو الفنية حدثنا عنها العملين. انتوا هون لاستعادة آخر أنفاس الأمل والحياة. سوشيال ولعتية لون فولكلوري لون محمد اسكندر، الناس حبته الموضوع، up to date كتير، في هيك مثل شوية حركشات بينه وبين النصف الآخر مثل بيقولوا نصف المجتمع. بالنسبة لموضوع السوشيال ميديا و شوي انه انا عم حس كل الناس عم تعرف شو في بيتي من وراك، انت عم تصوري كل شيء، الاكل، الشرب، الدنيا، بتعرفي يعني هيدا هو الموضوع، انه على تيك توك كل شيء عم يوصل لي فيديوهاتك، انه كثير مهضوم لذيذ الموضوع. والاغنيه الثانيه هي من نوع الدراما، شوي الدراما الوجدانيه اللي خاصه بشخصيتنا الاجتماعيه، كيف تتحول، ما نكون منحب منصير منكره، منكون اوفيه منصير غدارين، كل شخص معرض وكل الناس تمرق فيهم، يعني الحالات الاجتماعيه المواكبة للعصر اللي احنا فيه هلأ وبتنطبق على كل الأجيال. وفعليا احنا صورنا تقريبا جزء كبير من الأجيال
بليبسينج على الكورال من الأطفال للأكبر للأكبر لنوصل للسن الكبير تنوصل هيدي الرسالة إنه كل شيء انقال بهالأغنية ينطبق على كل البشر. بالعودة لأبو فارس وبعيداً عن الأغاني الجديدة، الزميلة مجالي مراد حبت تسأله عن رأيه بالوضع السياسي الحالي بلبنان، خصوصاً بأنه من الفنانين المعروفين بجرأتهم ورأيهم الواضح. لبنان له 100 سنة قد عمر 100، هو بيدفع بعده بيدفع، ورح أقول لكم كلمة يحفظوها، بس يلغوا الطائفية من لبنان سياسياً، ومثل ما قال البطرك صفير من النفوس بصير في عندكم لبنان وبتصيروا بشر، أما غير هيك ما بتصيروا بشر بحياتكم. لكن المقاومة رح تقبل بإلغاء الطائفية؟ أوف، وشو يعني إلغاء الطائفية؟ ليش هلأ ما في شيعة عم يتجوزوا مدني، وما في مسيحيين عم يتجوزوا مدني، وما في ناس عم يقعدوا برا بفرنسا على بمطاعم، ما بيفوت أنت بتكون بمطعم تنقول بباريس أو بإستراليا وبيفوت واحد ما بتعرف أنت أنه هو يهودي أو هو إسرائيلي أو شو ما كان نوعه، بيفوت بيقعد بيتغدى على طاولة تانية، أنت قاعد هونيك ما بتعرفوا من هو بالأساس أصلاً، إذا هو عدوك أو هو شخص، ما كل شيء عم يحصل برا. أنه مثلاً أوكي نحن حافظنا عن وطننا كمقاومة، كنا بالأوائل أنقذنا لبنان من الاحتلال الإسرائيلي ورجعت بلدنا كتر خير الله، أنه شو فيها يعني القضية أنه ما في مجال تعطونا شوية وقت ل يعيش الشعب اللبناني حياته الطبيعية بس أكثر من هيك. بالعودة لفارس المعروف بتصاريحه وآرائه المثيرة للجدل، سألني عن رأيه بواقع الأغنية اللبنانية والعربية اليوم. هديك المرة أنا بالصيد نزلت فيديو أنا عم بتصيد، إنه أكيد ما في مشهد دم وما دام وكذا، أنا صيد يعني، بيوم التيك توك بيحذف لي إياها دغري، كونها هيدي يعني تعتبر إنه بتخدش الحياة. طب إنه اللي عم نسمعه هي مثبت على المسرح، البسينات، الكليب، شو بدك بالأغاني صار فيه، والمتلقي عم يحفظ وعم يطلبهم بالسهرات. فارس بيتصلح هيدا الشيء يعني مع الوقت رح نرجع نوقف عجرينا من ناحية الأغنية العربية، ولا بتقول إنه خلص وصلنا لمرحلة الانحطاط مثل ما وصفتها وما بقى فينا نقوم؟ صعب أقول لك ليش، لأنه نحن صرنا بمرحلة بدنا النفور، بدنا النشاز، يعني بيلفتنا النشاز ما بيلفتنا الستريت. أنت اليوم هلأ كبنت محتشمة لبس تياب محتشمين عادي الحياة الطبيعية كشي تمام أوكي، تيجي بنت بتنزل فيديو بتروح اكستريم قلة حياة وكذا وكذا، بتطلعي على الفيديو اللي نزلته هي على الفيديو تبعك بتلاقي الفرق شاسع، لانه المتلقي العربي دائما بيدور على الخلاعة وفضوله بياخده على المطرح المحلو، بس بيدعي المثالية، بيجي بيسبقك بالنهار بخطاب وبالليل بتلاقي سابح على الدرج. رأي فارس القاسي كان واضح كالعادة، لكن هل بيوافقوا عليه والده؟ ما هو نزل كل شيء، ما هو نزلوا لبنان الى قعر البحر، بدك الناس بعد فيها عقل مثلا انه شو يعني شو فيها الناس، واحد بيقول لك انه ضحكني او خليني شو ما كان بس طلعني من قصة الكهرباء والغاز والبنزين والمصايب والسياسي ولا المحطات التلفزيونية، لك هاي المحطات التلفزيونية لو فيكم انتو عقل وكرامي للسياسيين الغوها، شو بدي فيهم بدون ما سمين للمحطات، انتو عارفين عم تيجي محطة الاخبار عم تجيب له للشخص اللبناني بده 4 حبات دواء، فلان قتل، فلان مات، فلان سقط، فلان هبط، فلان لطونا شي خبر حلو، وين البرامج الحلوة اللي كانت نعملها على التلفزيونات، وين سيمون أسمر، وين الاشياء اللي كانت تضحك الناس تفرح العالم. طيب عم تعملوا الثقافة التركية عم تطبقوها بلبنان، في شي مسلسل تركي إلا كله خيانة وخداع وفلاني وطلعت مع صاحبها وخانت جوزها ومدر شو كذا، بعدك بعد الله خلص. بالعودة للجديد فارس خبرنا عن النجم فارس كرم وعن تحضيراتهم لميني ألبوم جديد رح يجمعهم بعد غياب. هيدا اسمية حبيب قلبي، هيدا قاله حصة القلب وأحلى أعمال عملينا سوا، وما فيني يعني أنا ساقط عسكريا قدامه، لأنه هو أبو فارس أصحاب وهو عمر أصحاب، شو بدي خبرك يعني عاملين كليك علي، فارس بيشتغله من قلبي وبفرح أنا عم بشتغله. 5 أغاني وهو السادسة على الطريق، رح ينزل منه أغنيتين أو 3 بالميني ألبوم، كان ناوي ينزل ألبوم كامل وينزلوا كل الأغاني، قرحت الشركة المنتجة روتانا أنه ينزل ميني ألبوم كونه أعمال كلها تستاهل تاخد حقها بدها تتضوع عليها، حرام ينزلوا كلهم بألبوم واحد ينظلم أعمال على حساب أعمال، فرح ينزل الألبوم الجديد وحيتصور أول أغنية منه لألي أنا بفتكر تحت إدارة المخرج محمد سامي من مصر. هيدا بالنسبة لفارس، أما أبو فارس فأيضا مشاريعه القادمة كتيرة.
خلص كافي هالقد، غنيتين بزياده على هالقنيه الوضع العام. هلا اذا صار في امور وصار في انتخابات بلبنان وصار في وضع جيد بلبنان، نحن ما في قد حد قعدنا كريم بالاغاني وبنعطي كل شيء، ونحن اوفي وقد كلمتنا وصادقين مع نفسنا وصادقين مع وطننا وصادقين مع الناس. نشاطات فنيه بلبنان ولا خارج؟ باوروبا الشهر الجاي، وابتداء بشهر 2 حكون بكندا جوله. مع هالسؤال انهينا زيارتنا لكواليس تصوير كليبات محمد اسكندر الجديده على امل يحقق عبرهم النجاح المعتاد. بنت بتاليتي وحكيتي.